أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأصلي وأسلم على سيد الخلق وقدوة الناس أجمعين، سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، دائما مع مونديال قطر، أحداث وعبر. بعد أن بينا ما ربحته قطر وما كسبه المغرب، أقف الآن عند مجموعة من العبر العامة وأقول وبالله التوفيق. إضافة إلى ما حققه المنتخب المغربي على مستوى الإنجاز الكروي الذي لم يسبق له مثيل، أوحى لي هذا الحدث بعبار أخرى تعني حياتنا العامة وما يجب أن يتغير فيها لنكون أهلا لحياة كريمة. ومن ضمن ذلك، أولا في إطار علاقتنا بإخوتنا العرب، نحن أمة واحدة مشتركة يجمع بيننا الدين وتوحدنا اللغة. ولله در الشاعر الكبير أحمد شوقي القائل: ويجمعنا إذا اختلفت ديار بيان غير مختلف ونطق، كما يجمع بيننا الجوار الذي نسيئه كثيرا ولا نرعاه. ورحم الله الشاعر نفسه إذ يقول: إلى ما الخلف بينكم إلى ما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. كما يجمع بين العربي الماضي المشترك والمصير المشترك، وذلك كله لم يشفع لنخبنا لتحقق إطارا فعالا يوحدنا. وأستحضر بكل حسرة مشاهد القمم العربية منذ ستينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا، وأننا حصدنا منها الهشيم لأنها زادت وضعنا تشرذما. ومن عجيب ما لاحظناه في مونديال قطر أن المغاربة بأخلاقهم وانتصاراتهم حققوا ما لم تحققه تلك القمم، حيث استعادوا شعور الأمة بالوحدة وتجدر الروابط بين الشعوب العربية وأننا فعلا جسد واحد. وإن أنسى لا أنسى موقفا رائدا للحارس اللامع العملاق ياسين بونو عندما رفض بشخصية قوية واعتزاز كبير الجواب عن أي سؤال لم يطرح أو يترجم إلى اللغة العربية، فعبر بذلك عن اعتداده بلغة أمته، وهو موقف عجز عن أن يقفه حتى الكبار منا. وقد تساءل عدد من الصحفيين الغربيين باستغراب عن سبب الفرحة العامة التي شملت كل الشعوب العربية والإسلامية بما فيها شعوب الدول التي بينها خلاف كالمغرب والجزائر مثلا، وكأنهم يستنكرون هذا الشعور الأخوي الذي وحد الشعوب بشكل سريع. وربما السبب الذي أثار استغرابهم هو فشل مخططاتهم التي اشتغلوا عليها منذ قرون من أجل تمزيق وحدة الأمة بوسائل متعددة، فكرية وثقافية وسياسية واقتصادية. وفي هذا الحدث تبين لهم أن كل تلك الجهود الكبيرة تبخرت في ظرف وجيز، ناسين أن الوحدة وجدانيا راسخة، وإن كانت مغمورة بسبب دسائسهم فإننا
سرعان فإنها سرعان ما تحيا وتعود، لأن وقودها هو الإسلام الذي حاربوه بكل ما يملكون. وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وللحديث بقية إن شاء الله. دمتم بخير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.